دخل في عبد الله. صح النوم يا ابو عبد الله. شكرا وساعتك. انت بتتكلم عربي كويس. مال سعادتك بالصلاة على النبي عايزني اتكلم اقول يعني. انا اساسا مدرس لغة عربية ودين. ايوه ساعة ما دخلت وانت عمال ترطم بلغة تانية انت وابنك، محدش فاهم لكم حاجة. من سخرية القدر ان ابني عبد الله ضعيف في اللغة العربية. لانه اتربى بعيد عني من وهو عيل صغير. معلش باب النجار مخلع. لكن انا ان شاء الله وراه لغايه لما اخليه يبقى لبلب في اللغه العربيه. ما يزال الان خراب خراب خراب. ممكن بعد اذن ساعتك حد بس ياخد الولد دوره الميه. فندم دوره الميه الولد بطنه خراب. فرج خد الواد الصغير ده دوره الميه. يلا يلا. لا تخاف يا عبد الله لا تخاف. رفقا رفقا. شايف الباب وراك؟ اظن كده كويس عشان نتكلم مع بعض براحتنا. ما تتعبش نفسك يا باشا، مش هتاخد مني حاجه. نعم زي ما بقول لسيادتك كده، مش هتاخد مني حاجه. حضري لي. طيب روح انت وخلي الاستاذ سمير يجهز بالتقرير. الو ايوه ايوه سامح، وصلت الحاجه؟ بقول لك ايه، سمعتي عن القلق اللي حصل في مينا؟ قديمه عندي اعتيكرز. طب خدي بقى الجديده، بيقول لك القلق اللي حصل امبارح ده بسبب واحد جاي هربان والامن ما نشرش عنه تفصيله بشكل. تقصد تقول ان هو نفس الشخص اللي بندور عليه؟ بقول لك ايه، انا ربيت مصادر جوه وهي اللي حجب لنا كل تفاصيله. لحقت تربي المصادر هناك؟ الله اكبر في عينك، انا اساسا هناك دلوقتي. استنى استنى، ممكن يكون هو مش نفس الامير اللي بندور عليه. الكلام ده في الجنينه. هو بقى مش هو مش قضيتنا، المهم ان في قلق كبير ولبش وشكل كده هنطلع بموضوع. اوبس. بقول لك ايه، كارت التوصية لسه معاكي؟ اه افتكر كده. حلاوته هاتيه وتعالي لي حالا. لو سمحت يا ريس. يا ريس ممنوع الوقوف هنا، اتفضل امشي. باشا باشا اسف يا باشا. يلا فين الوقت؟ اوكي. امسك يا محبوس. اكتب. اكتب ايه؟ أسماء كل اللي كانوا معاك. كلهم؟ دول كانوا ألوف. المهمين منهم الروس الكبيرة. والله يسعدك كلهم كانوا كبار وروس كبيرة. لكن كل واحد فيهم راسه أكبر من التاني، ما تعديش من باب ده سعادتك. أنت كنت أمير يا محفوظ. كنت على اتصال بالقيادات. أنا قلت لسعادتك مش هتاخد مني حاجة. أنا لو عندي حاجة أقولها الله في سماه معزاه عليك. أنت فاكر إن إحنا هنسيبك؟ أنت فاكر اللي بيخش هنا يتكلم يتكلم على كيفه أو ما يتكلمش على كيفه؟ بالراحة عليا سعادتك يا باشا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ست أيام، وأنت سعادتك واخدني على حامي كده قوي يعني. يعني ساعتك حتى يعني فيش فنجان قهوة، شوية شاي، كوباية ماء ساعة، يعني هو مش مشكلة. تحت أمر ساعتك، عايز تعرف إيه؟ كل حاجة محفوظ، كل حاجة ومن الأول. أنت سبت مصر ليه؟ سبتها أساسا ليه؟ ورحت فين؟
مين اللي قابلتهم وتعرفت بيهم؟ وليه جيت دلوقتي بالذات؟ بسيطة. لو على كده بسيطة يعني. بس نبتدي منين بقى؟ نبتدي من فين؟ يعني لو سمعت على اي حاجه تبلغني. ماشي حاضر يا فندم. يلا اتكل على الله. يلا خد يا ست، خد تعالي هنا. في ايه يا بيه؟ انت ساكنه هنا ولا جايه زياره ولا ايه ظروفك؟ انا ساكنه هنا بقالي سنتين يا بيه. اسمعي عن واحد كان ساكن هنا اسمه محفوظ زلطه. يا بيه اسمع عنه بلاوي مش كده يا حسين؟ بيسال على محفوظ زلطه. لا يا باشا ولا عمري سمعت عنه. مالها بقى؟ مالها؟ شوف الواد. نبتدي من حارة نوفل في باب الخل. كويس كويس كويس. أيام كنت عايش مع أخواتي في بيت العيلة، كنت مدرس في مدرسة شجرة الدر الابتدائية مشتركة بنين وبنات. كنت مدرس كشكول، يعني المدرس اللي يغيب أدخل أنا بداله. عربي دين حساب ساعات العاب، يعني سن مد مد سن كده. كنت اي مدرس غيب ادخل بداله. كنت ايامها خاطب بنت الجيران الله يمسيها بالخير بقى مطرح ما راحت. والحكايه كلها ابتدت بمروحه. مروحه؟ ايوه سعادتك مروحه. مروحه مروحه. يا أبا حفص، السلطات المصرية ألقت القبض عليه وهو بين أيديهم الآن. اتصلوا بالقاهرة حالاً، أسرعوا بتغيير الشفرات والأكواد. إيه، أماكن المجاهدين تتبدل في الحال. هيا. يا اخي كفايه حواديت وكلام فارغ. انا لحد دلوقتي ما خدتش منك جمله مفيده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حياه محفوظ يا كريم. شكرا شكرا. اتكلم. سلام حول الله الرحيم. اسعدت الباشا. انا قعدت 3 سنين في جوانتانامو ما عرفوش ياخدوا مني حاجه. لا اتكلم. انا لحد دلوقتي بتكلم معاك بالهداوه. ها سلام القول من رب الرحيم. يا باشا انا قعدت 3 سنين في جوانتانامو بحالهم ما عرفوش ياخدوا مني حاجه. حتى بيسالوهم كلامي هو هو. انت عارف سعادتك لو كنت قعدت 10 سنين كمان كان كلامي هيفضل هو هو. يعني ايه يا محفوظ؟ يعني ايه؟ يعني ايه ما تعرفش حاجة؟ بعد السنين دي كلها ما تعرفش حاجة؟ سعادة بيه أنا اللي عندي قلته من أول المروحة. لا هتقول المروحة تاني؟ خلاص بلاش المروحة. لو مضايقاك المروحة بلاش منها. تحب نبتدي من بعد المروحة؟ اتفضل يا باشا. لحظة واحدة.
حضرتك إلا. ماشي يا محفوظ. مش عارف أنا مش عاجبها المراحل دي، مش عارف.